السلام عليكم. هلا جيم. اليوم ان شاء الله شحال غادي نعمل شي فيديو على الدروس ديال الانجلي ديال البكالوريا. اليوم قررت ندير شي حاجه ديال الانجلي، يعني نجمع شي دروس في فيديو مختصر. هاد الفيديو غادي يتحدث على كاع داكشي اللي اوبينيون، كيفاش تعبر على الاوبينيون، كيفاش تعبر على شكاية complaint، how to express how to respond to request، how to ask for request. okay، هاد الشي كامل ان شاء الله. okay، قبل ما نبداو الدرس ديروا اشتراك، لايك، كتبوا تعليق و بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا. let's get started. اوكي، غادي نبداو ب expression opinion. opinion غادي نبداو ب كيفاش نعطيو ال opinion. اوكي، اوكي، هنايا عندنا in my opinion، يعني في رأيي، I think it's not good، اعتقد انها ليست جيدة. اوكي، أو لا in fact، يعني في الحقيقة. in fact هذه راء English A. in fact I think that Mr. Ahmed is right. okay، هيدا الورقة. okay، To be honest، لا هذه مازال مش صحتها. I think، يعني أعتقد أن سيد أحمد هو على حق. To be honest with you، لكي أكون صريحا معك. I guess it's a good idea، يعني لكي أكون صريحا معك أعتقد أنها فكرة جيدة. As far as I know، على حد علمي. okay، I think، يعني بحال، يعني على حد علمي. As far as I know، okay، هنايا عندنا regardless of what you are saying، بغض النظر عما تقول. I would like to say، okay، هذا إلا بغيتي تطرح رأي. اوكي، الا كنت جالس مع اصدقاء ديالك وكل واحد كيعبر على الراي ديالو، اولا ممكن تقول I personally believe. اوكي، او I personally think. اوكي، نمشيو دابا الا بغينا نجاوبو على هاد opinion. مثلا ممكن تقول I entirely، او لا I totally، انا اتفق بشكل كلي with you. اوكي، I agree with you، ولا I disagree with you. disagree يعني ما متفقش. مثلا the way I say it، يعني بالطريقة التي قلتها، is that the way I say it is that، وكتكمل على الموضوع اللي انتو ما كتحدثو. I reckon that، اعتقد ان، او لا I consider، يعني اعتبر. okay، It seems to me that it's fine، تبدو لي أنها جيدة. okay، Took words out of my mouth، يعني داك الشيء اللي كيقول هو نفس الشيء اللي بغيت نقول. okay، كي بحال قلتي خدا الكلمات من فمي. That's exactly what I was thinking. okay، يعني هاد الشيء بالضبط فاش كنت كنفكر. okay، هذا بالنسبة للopinion. اوكي، كنتمنى انكم فهمتوا الاوبينيون باش نمشيو للكومبلينت، الشكايه. عندنا الشكايه كومبلينت. كومبلينت الا بغينا نطرحوا الشكايه، مثلا ممكن نقولوا I have a complaint، يعني عندي شكايه. هذه بكل بساطه ممكن تقول غير I have a complaint، او ممكن تقول I'm sorry
but you need to مثلا بغيت تفيكسي شي حاجة مثلا ممكن تقول I'm sorry but you need to fix okay to fix this مثلا another example sorry for bothering you هذه راك bothering مكتوباش مزيان er هنا ing okay ing sorry for bothering you but I have a complaint okay ممكن نزيدو باقي شي expression here مثلا مثلا ممكن يقول I have got a bit of problem here مثلا I have got a bit يعني مشكل صغير a bit problem صغير ما كنشوف شو ورقة داكشي علاش ما مقدش السطر كنشوف التليفون problem here you see وكتوريه كتوريه المشكل I have got يعني عندي واحد مشكل I have got a problem here a bit problem here أو لما كنت تقول I am afraid I'm afraid يعني I am afraid يعني أنا قلق I have to make a serious complaint okay so بلاتي نشوف ورقة I am afraid I have to make a serious complaint okay continue yes I am afraid انا قلق I have to make خصني to make خصني ندير واحد الشكايه عاجله okay الا بغينا نجاوبوا على الشكايه ممكن نقولوا yes I'm sorry for this problem I will fix it or I will fix that هذا ممكن تقول repair that okay repair يعني يصلح نفس الشيء أو لما ممكن تقول please accept my sincere apology يعني يعني من فضلك اقبل اعتذاري المخلص oh sorry I didn't realize it يعني تقول أنا آسف لم أدرك المشكلة أو لم أدركها أو لم أنتبه لها okay another example ممكن نزيدو هنايا نزيدو في هذه الدائرة sorry but this will never happen again اوكي كنتمنى انها مبينة sorry but this will never happen again يعني اعتذر لن سوف لن هادشي ما غاديش يوقع باقي يعني هذا لن يقع اوكي لن يقع ابدا ولكن الا بغينا هادشي كي الا بغينا نديرو لها rejecting يعني دحض او رفض ممكن نقولو well I'm afraid there is nothing we can do about it هذا اللي بغينا نرفضوه well I can I'm afraid there is nothing we can do about it I'm afraid there is nothing we can do about it. Okay. يعني أنا حسنا لكن أنا قلق لأن ما كاينش زعما ما عندنا ما نديرو بحال هكا واخا دير الشكاية يعني ما عندنا ما نديرو اوكي نمشيو دابا الريكوست باش نساليو هادو هاد الثلاثة ريكوست هو الطلب إلا بغينا نديرو الطلب كنقولو asking for request يعني هنا بغينا نطرحوا سؤال نقولوا would you mind opening the door okay would you mind أو لا can you
Can you please do a favor? A favor for me, Ola, can you please do me a favor, Ola, a favor for me. هذا زعما ممكن دير ليا شي خدمة، اوكي، شي عمل، اوكي. ولا مثلا هنا could you please be quiet so that I can hear the teacher. يعني هنايا قال لي واش ممكن تكون be quiet because so that من اجل ان اسمع الاستاذ. سوري هنا هير ماشي هير هير not here I can hear. مثلا another example، مثلا do you need any help، مثلا do you need any help. ناخذ شي ورقه تكون خويا. Do you need any help? Aula, can you help me? Can you help me with this exercise, madam? Okay. أعلم السفهم. Okay. دابا الجواب ممكن الجواب غادي يكون Yes, I can. أو لا no, I can't. هذا الجواب اللي هو شائع. ولكن إذا بغيت تدير شي جواب يكون polite ويكون عامر شوية، يكون المهم يكون فيه جملة كبيرة شوية. مثلا sure يعني بالتأكيد، ولا with pleasure مثلا، أو لا it's sorry الفوكس it's my pleasure to help you it's my pleasure to help you. المهم بحال هكا. اوكي okay, that's it for today I think. المهم الى باقي عندكم شي تساؤلات كتبوهم لي في التعليقات وبارطاجيو لا فيديو مع اصدقاء ديالكم. That's it, have a nice day I think. If you have any more questions, just write them down. Okay.